هاي حبايبي، هذا اليوم الاول انا في لشبونه البرتغاليه. هذه اول مره اجي لهون المدينه. عندي احساس انها كثير حلوه. تشيكيتا موتشو دينيرو يا ابريغادو. هو بيتكلم انجليزي، هو بيتكلم اي لغه؟ بيتكلم البرتغاليه، واحنا بنتواصل معاه يعني بكل شيء، بكل اللغات. ابريغادو ابريغادو غراتيا وغراتيا يوا اهيا اهيا وا موتشو ترابخو ان بوكو دينيرو. هلا جايين لمكان اسمه كاستيلو، رح اوريكم. شوفوا المنظر قديش حلو، كتير حلو. وهذه اول مرة اجي لمدينة ومو عاملة اي تخطيط. هلأ شفت قناتي ووصلنا ل 500,000 مشارك بقناة إسوار، يعني نص مليون. يعني واو، شكرا كتير كتير من كل قلبي، بشكركم على دعمكم وعلى حبكم لي وعلى دعمكم المتواصل، وإن شاء الله للأفضل والأحسن. وهذا طبعا بدعمكم الدائم، بشكركم من كل قلبي. ما بعرف شنو أقول، ما بعرف شنو أحكي، بس يعني الكلمات خانتني إنه أعبر عن شعوري. بس عن جد شكرا كتير كتير، وهذا الإنجاز أنتو جزء كبير، فمبروك لنا كلنا. شكرا. احسن شيء بلشبونه انه الطقس كتير مشمس وكتير روعه. بولندا كان الطقس مطر 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 وضباب وكآبه، فحبيت الجو كتير، فكنت محظوظه انه جيت لهنا بهالوقت. Sintra, جاميلو سنترا؟ لا، not just. مدفع. Yeah, Sintra. Round هوا. Sintra. Tem dois palácios, o nacional. هذه هي الروم تبعنا بالاوتيل. ترى كثير عجبني الاوتيل، غرفة متوسطة الحجم، وفي هنا فيو. رح اوريكم الفيو كمان. واو كتير حلو. المراية حبيتها كتير، رح اخذها معي اضحك معكم. كتير حبيت الاوتيل لانه صراحة مهتمين كتير بالتفاصيل. هنا الحمام، رح اوريكم بسرعة. اوريدي انا حاطة الميك اب تبعي وكل شيء. هلا اشترينا تيكس نحضر مباراة كرة القدم. يعني مو معقول ان الواحد يجي للبرتغال وما يحضر مباراة لكرة القدم، كتير متحمسة. هلا بنستنى الباص تبعنا، احنا عملنا تور باص. الجو مع انه الجو كتير حلو، هلا احنا بالباص عاملين تور لاهم الاماكن السياحية بالمدينة. تشتري تذكرة صراحة بثمن كتير مناسب، وتستعمليها يعني اليوم كله، بتسافري وبتشوفي كل المناطق يعني المعروفة والمشهورة بلشبونة. هلا وصلنا لمكان كثير حلو، الأماكن السياحية، وراح أوريكم شوي. هنا ورايا نافورة كثير حلوة، وفي الطرف الآخر في قصر أو متحف ما بعرف إيش، بس البناية كثير حلوة وكثير كبيرة.
هلا رايحين نحضر كرة مباراة القدم هنا بالبرتغال، بس صراحة تأخرنا لأنه بقلنا عندنا نص ساعة، بس في عجقة كتير بالطريق، فما بعرف إذا رح نوصل بالوقت ولا لا. استنى دورنا عشان نعمل مساج اليوم للريلاكسين، والمكان يجنن. شوفوا هالمنظر الحلو، ما بعرف شو هذا الشيء العجيب. هذه اوكلا برتغالية، رح نجرب ورح نشوف ايش هو مذاقها. فيش مذاقها زي السمك مطحون، مذاقها مو بطال. هلا انا موجودة باجمل ساحه بالبرتغال بلشبونة، كتير حلوة. تشوفوا المكان رائع جدا، وفي كتير من الناس، في كتير من السياح، روعة كتير. هلا احنا بنستنى القطار الصغير، قطار صغير كتير، ورح نعمل جولة بالمدينة كمان. اذا جيتوا للبرتغال لشبونة تحديدا فلازم لازم تاخذوا القطار الصغير. هذا هو القطار الصغير. هلا صاحب القطار مشى وقال لي ممكن انا اسوق. شفتوا الناس كتير لطيفين هون. هلا اتعشينا وهلا رايحين نكتشف برشلونة، مش لشبونة بالليل. زي ما قلت لكم انه المدينة هي مبنية كأنها كلها مبنية فوق الهضبة، فكتير حسيت حالي تعبانة لانه راح اوريكم كأني بتسلق الجبال. شوفوا احنا هلا جنب الاوتيل، والمطر امطار غزيرة، فاليوم بس يعني رح نضل بداخل الاوتيل، بس حابين نفطر برا بعدين نرجع. والمدموزيل جاهزة. هاي حبايبي صباح الخير، هذا اليوم ما قبل الاخير لقلنا بلشبونة. فصراحة اليوم نمت كتير، الجو كتير حلو مشمس. هلا بشرب قهوتي ويا رب نلحق القطار. هلا احنا بالقطار ومدة الرحلة راح تكون نص ساعة، لما كان كتير حلو
معروف جدا ومنطقة سياحية كتير حلوة، فكتير متحمسة. وعلى فكرة كل الناس هنا بيتكلموا معي برتغالي على أساس إنه أنا برتغالية. أنتوا إيش رأيكم؟ شو هاي البرتغاليات؟ صنطحة بنتلي غير دي المغربية. فأخيرا وصلنا للمكان، هو صراحة فوق الجبل بس الطبيعة كتير حلوة. وهذا هو القصر وراي، راح ندخل يعني لجوا وراح نشوف، راح اصور لكم كمان. طبيعة كتير روعة هنا، الجو يعني شوي بارد. شوفوا شعري كيف صار مع الجو، الجو هنا فوق كتير بارد كتير بارد، بس يعني المنظر روعة روعة كتير. شعراتي Ni hao piao liang means you are beautiful. Ni hao piao liang, you are beautiful. Yeah. Thank you. Have a nice day. Have a nice day. Bye. اليوم اكتشفنا بالاوتيل بالطابق 24 فوق انه في مكان اسمه سكاي لانش، كتير حلو والمنظر مرة يجنن. راح اوريكم، شوفوا المنظر. Voilà, tu veux commencer seulement à se mettre sur la verticale. Waouh, t'as vu ça? هذا اخر يوم لان بلشبونا اخر فطور، صراحه بدي اضل هون، محبة ارجع ابدا. الجو كتير حلو، استمتعنا كتير بالرحله، فاتمنى الفيديو يعجبكم. ما تنسوا اشتراك بقناتي، واحبكم كتير واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.